كان مناسبة ديال الافتتاح الدورة التشريعية، واللي الخطاب الملكي كما طلعتوا الجميع كان مهم للغاية في التوجيهات ديالو بالنسبة للحكومة بالنسبة للبرلمانيين. كانت ثلاثة أشياء مهمة اللي وقف عندها الخطاب ديال جلالة الملك. أولا الزلزال اللي عرفته المملكة، واللي كان كما تبعتوا جميعا كان الوقوف ديال جلالة الملك والتوجيهات اللي عطى للحكومة، واللي لعبت دور كبير في التحكم في التبعات الأولى ديال الزلزال، واللي اليوم كما تتعرفوا أيضا هو صندوق مكافحة أثار الزلزال ل 120 مليار ديال الدرهم. جلالة الملك أصر على أن استمرار هذا الورش بشكل كبير اللي يمكن هاد الناس بأن الناس اللي تضرروا من هذا أو المنطقة بشكل كبير اللي تضررت بأن هذا الورش نربحه جماعة. المسألة الثانية اللي وقف عندها جلالة الملك هو الأهمية ديال الأسرة في بلدنا. احنا دولة عندها خصوصيتها، دولة معروفة بتمغربيت، عندها إمكانياتها اللي كتجمع ما بين كثير من الأشياء، سواء الهوية ديالها الكبيرة اللي وقف جلالة الملك وهو تتكلم على الأسرة، وقف على الهوية المغربية اللي فيها الدين الإسلامي، فيها العروبة، فيها الأمازيغية، فيها الامتداد ديالنا الإفريقي. ولكن أهم شيء أيضا هو من خلال هذه الهوية ذكر جلالة الملك بالرسالة اللي توجهت لرئيس الحكومة حول فتح ورش مدونة الأسرة، فتحوا بما يحمي الأسرة المغربية ولكن أيضا بما يضمن حقوق الإنسانية للنساء، لأننا احنا مشرفين على مرحلة قادمة في تعديل مدونة الأسرة اللي هذه 20 سنة باش التعديل ديالها، كما سبق لجلالة الملك أنه قال بأننا نتوجهها.